كما يعرف العالم، يدرك أهالي غزة أن هذا الاحتلال لا يبالي بقرار دولي ولا ترد عدوانه الاتفاقيات، لذلك لم يكن المحاصرون في غزة متفائلين بقرار مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على غزة خلال شهر رمضان. قرار جاء متأخر بصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، لكن فيش حدا يقدر يلزم الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار. بالنسبة لقرار المجلس لامبارح كان كويس وحلو، بس ما ظنش يقدروا الإسرائيلي، لأن إسرائيل مسيطر على كل حاجة، هاي من امبارح لليوم ونزين قصف شرقة وغربة مش ملاحقين، لازم يضغطوا على إسرائيل أكثر من هيك. التجارب السابقة مع الاحتلال أثبتت أنه لا يلتزم بأي قرار ولا يراعي الهدن، وسرعان ما ينقضها دون مبالاة بالأعراف الدولية أو الظروف الإنسانية. أنا أعتقد أنه لا يمكن تنفيذ هذا القرار بالنسبة لإسرائيل، لأنها مش شايفة حدا أصلا، لا دول عربية ولا من دولة ولا مجتمع دولة أصلا. لو من البداية لوقف من بداية القرار السابق. ويرى مواطنون في غزة أن الدول العربية والإسلامية عليها ألا تنتظر القرارات الأممية، وإنما تمارس أقصى أدوات الضغط لإجبار الاحتلال على إنهاء عدوانه. نحن نقول بأنه يجب أن يكون هناك فعل جاد حقيقي، أولا على مستوى الدول العربية والإسلامية أن يكون هناك موقف جاد بوقف هذا العدوان ووقف التعاملات مع الكيان الإسرائيلي، بمعنى أن يكون الضغط عملي على الأرض. كل الاتفاقيات، قرارات مجلس الأمن، حقوق الإنسان، كل هذه الأمور الكيان الإسرائيلي لا يلتزم بها حقيقة، ويستمر في عدوانه على قطاع غزة وأيضا الأراضي الفلسطينية. وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قرار وقف إطلاق النار في غزة طيلة شهر رمضان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية، إلا أن الكيان كان يقصف غزة أثناء اعتماد القرار في رسالة استهتار واضحة بالقرارات الأممية.